طيب الموضوع بدأ من لندن تحديدا بعد الحرب العالمية الأولى اللي راح ضحيتها شباب كتير في الحرب، بس برضه راح ضحايا كتير بسبب الانفكشن. بطريقة ما مش عايز أطول عليك بصراحة، بيكتشف ألكسندر فليمنج العالم الإنجليزي علاج للقرن ولحظة مهمة في تاريخ البشرية، البنسلين. الجدير بالذكر إنه اكتشف صدفة بعد ما رجع من أجازته، يعني الراجل ده بيلهو ويصنع المجد في نفس الوقت، وحاجة اللهم صل على النبي يعني. وبكده قدر فليمنج يقدم علاج ضد الانفكشن، ومن عنده بدأت حكايتنا. فأنا حواديت بقى ندخل في المنهج. أقول لكم في الدقيقتين الجايين دول كام تريكة كده نحفظ بيهم كام معلومة، ويعني ربنا يجعله في ميزان حسناتنا يعني. أولا البنسلين أوسطه حرف سي اللي هيفكرنا بكروس، يعني هو بيعدي للسي اف السي اس اف في حالة المينينجايتس، وبيكروس البلاسنتا بس مش بيعمل تراتوجينستي، فممكن عادي نديه لواحدة حامل ومش هيأثر فيها. والكدني هنا هو مش بيعديها، وانا حطيت عشان افكرك انه اكسكريتد عن طريق الكدني، ما عدا اتنين بس نوعين وهم الاوكساسيلين والنافسلين، دول بيبقوا عن طريق الليفر كده. طيب نعمل كلاسيفيكيشن للبنسلين كده، هنلاقي انه 4 انواع. اول نوع هو الناتشرال او الطبيعي، ده تم اكتشافه، اما الباقي فهي تعديلات عليه علشان يحسنوا من الديسادفانتج بتاعته. والاكتشاف الناتشرال ده كان نارو سبيكتروم، وكان سنسيتيف للبيتا لاكتاميز، والبيتا لاكتاميز ده انزيم بيكسر البيتا لاكتام رينج فبيوقف عمل البنسلين. وله 3 امثله، هم البنسلين جي وفي والديبو. من الاخر كده الجي ده بسيط جدا، هو فكرته انه بيتكسر في الاسيد وعنده شورت ديوريشن اوف اكشن، فطالما بيتكسر بالاسيد فاحنا هنديه بارنترالي، ما ينفعش نديه اورال. الاثنين التانيين بقى هيحسنوا على البنسلين جي ازاي؟ هيزودوا في الديوريشن اوف اكشن اكيد زي ما عملوا في الديبو بريباريشن، او يخلوه يقاوم الاسيد عشان نقدر نديه اورال زي ما عملوا في البنسلين في. والبنسلين جي لو حبينا نفتكره كده هنلاقي ان في حرف الجي، واحنا هنفتكر بيها الجاستريك اسيديتي، يعني بيتكسر في الجاستريك اسيديتي، فهو موجود منه زي ما قلنا بارنترال روت فقط، مفيش اورال. كمان قال لك علشان نزود في الديوريشن اوف اكشن بتاعه هنحط له حاجه اسمها البروبين سيد. ازاي؟ عن طريق انه بيعمل انهبيشن للتيوبولر سكريشن في الكدني. مش احنا قلنا ان البنسلين كلهم اكسكريت باي كدني ما عدا الاوكساسيلين والنافسلين، فاكيد البنسلين جي اكسكريت برضه باي كدني، فاحنا لما نديله البروبين سيد هيوقف عمل التيوبولر سكريشن ويزود في الديوريشن اوف اكشن بتاعه، لانه مش هيحصل له اكسكريشن. طيب ما نسرحش، نرجع لتاني نوع، هو نوع ما بيتكسرش بالبيتا لاكتاميز، ودول اللي هم الاوكساسيلين واخواته. اخواته مين؟ كلوكساسيلين وديكلوكساسيلين، هو النفس اللي جاي معاهم كده. انا عاجي معاكم كده، تيجي مع مين؟ معاكم خلاص اللي يشوف حضرتك. في بقى البرود سبيكتروم انتي بايوتكس، ودول بيشملوا معاهم الجرام نيجاتيف باسيلاي. هما نوعين، امبيسيلين واموكساسيلين. الامبيسيلين ده نوت ابزوربد اورالي بنسبه كامله، يعني الاموكساسيلين بيمتص اورالي او في الجي اي تي احسن منه. فاحنا عشان نفتكر الموضوع ده مين فيهم اللي بيمتص اورالي اكتر ومين اللي اقل، هناخد اول مقطع من امبيسيلين، وهو عشان نسميه امبي بقى نسميه امبي، تمام؟ فهنقول مره واحد جه يبلع امبي وقف في زوره. وبكده عرفنا ان الامبيسيلين لا يمتص بسهوله. طبعا انا اسف على المثال الرديء ده، انا ما لقيتش غير الصراحه. جميل قوي. الامبيسيلين عشان امتصاصه بطيء فهيعالج السالمونيلا، او خلينا نسميها عشان نفتكر يعني سلمانيلا او سلمى. سلمى بنت فبتلبس ببطء، والامبيسيلين بيمتص ببطء، فالاثنين دولت ماشيين مع بعض، تمام. هيجي الاموكساسيلين عشان بيمتص اسرع او بيمتص بنسبه كامله، فهيعالج الاتش بايلوري اللي هي الهيليكوباكتر بايلوري، بس احنا هنسميها اتش بايلوري، هاني بايلوري، وده ولد فبيلبس بسرعه، هيعالجوا الاموكساسيلين اللي بيمتص بسرعه. كده نبقى انتقلنا للنوع الاخير اللي هو الاكستندد، وده بيشتغل على نفس الحاجات بتاعه البرود بس زياده عليها، انه بيشتغل على السودومونس. وشكرا.